احنا معانا الاستاذ عماد الدين حسين الصحفي العزيز ورئيس تحرير جريده الشروق. استاذ عماد. استاذ عماد. الو. مساء الخير. استاذ محمود. اهلا بيك استاذ عماد. يا استاذ محمود. زي الصحه. اهلا بحضرتك استاذ محمود. اتفضل استاذ عماد. اولا احييك على هذه المقدمه الجيده اللي هي مفروض كلنا نفكر في هذا المنطق. ولو فكرنا كده اظن هنحل جزء كبير جدا من مشاكلنا. النهارده كما تعلم كان القمه الافريقيه والافتتاح والرئيس السيسي. واهم شيء حصل يعني ان الرئيس استطاع ان هو يلتقي مع مجموعه كبيره من قاده الدول الافريقيه المهمه، حضر الجلسه الافتتاحيه ودشن العوده المصريه الحقيقيه الى افريقيا، وده شيء مهم جدا يصب في الكلام اللي انت بتقوله ان احنا ما نخليش مجال على حساب مجال، يعني مش ان احنا نروح بس نقول ان احنا عرب او ان احنا فرقه بس او ان احنا اسلاميين بس، احنا كل الدوائر دي ولابد ان انت يبقى لك وجود. لما قابلت ناس كثيره من البعض المصري بيستثمروا هنا، الناس عندهم اعتقاد لو اشتغلنا جد ممكن تبقى اثيوبيا والسودان ودول افريقيا احد الحلول الحقيقيه لكل مشاكل مصر اذا خططنا تخطيط صح ولعبنا المساله بطريقه صح. الرئيس النهارده بعد ما طلع من اللقاءات المكثفه اللي عملها اللي اختصر بيها اللقاءات اللي كانت مقرره تبقى بكره، حدث معانا حوالي ربع ساعه، وطبعا معظمكم عرفتوا الكلام اللي قاله الراجل، لكن يعني استطيع ان انا احكي ليك عن يعني ما لم يقله بوضوح. هي نفس الفكره، اذا المصريين متحدين هيستطيعوا ان هم يتغلبوا على كل شيء وكل تحدي. طبعا هذا هذه القاعده الرئيسيه، الارهاب يحارب على فكره انه يأس الناس يخلوهم يفقدوا الثقه في جيشهم في بلدهم في مستقبلهم. في اللحظه اللي هينجح في ده هيكون نجح للاسف الشديد، والبلد فعلا ممكن تتعرض الى مخاطر لا يعلمها الا الله. وبالتالي في حاجات صغيره ما ينفعش، لو كل واحد يعني عمل الحد الادنى من عمله، كل واحد شاف شغله كويس، في حاجات كثيره مش هتحدث، وقتها الارهاب فعلا ممكن ينحسر. الارهاب بيتعرض لضربات شديده، الرئيس قال بوضوح ان هو بيحاول ياثر على المؤتمر الاقتصادي وعلى الانتخابات بطبيعه الحال، وحتى المساعدين بتوع الرئيس ركزوا اكثر على هذه النقطه. من الواضح انه التوقيت هم يشعرون انهم تعرضوا الى ضربات قويه، تعرضوا الى هزيمه شبه كامله لكنها لم تكتمل حتى هذه اللحظه، يراهنون على تحصيل المسار الانتخابي وفشل المؤتمر الاقتصادي وانهاك مصر. عندما يفشل المؤتمر الاقتصادي يعني ذلك ان المستثمرون سيهربون من مصر من وجهه نظر الاخوان ومن وجهه نظر من يخطط لهم او ينصحهم او يقول لهم ذلك. وبالتالي القضيه برضه زي ما قال الرئيس مش قضيه مؤتمر اقتصادي بس، المؤتمر الاقتصادي بدون رؤيه عامه مش يعني مش مجرد فلوس هتجيلك وخلاص، المفروض انت بتكون بتخطط بتعمل ايه في كل المجالات. اظن انه علينا ان نتعامل مع ما حدث اليوم وما حدث قبل ذلك، لانه أسوأ حاجه استاذ محمود نصيب المصريين هي ان هم بيفكروا احنا سخنا جدا في اخر حادث بتاع كرم القوانين، ثم نسينا الموضوع وجاء كارثه الامس وتحدثنا كثيرا وسخرنا، واسوأ شيء لا قدر ان احنا نفعل نفس الامر بعد اسبوع او اثنين ننسى الامر ونرجع الى الجدل. ده استاذ عماد سؤالي لحضرتك، يعني كيف تتم عمليه، اذا كنت رايت في كلماتي ما كلمه مفيده فممكن نقول كيف تتم عمليه الاحتشاد العامه لمواجهه الاحتشاد العام سيتم. انا متفق معك فكره، يعني انا بحط ايدي على قلبي من كلمه احتشاد والصفاف وحاجات زي كده. احنا ممكن نقولها للناس يا اخوانا، لو كل واحد لو بيحب بلده كل واحد شاف الشغل بتاعه بما يرضي الله فقط بيعمل شغله، ان الراجل اللي بيروح الصبح شغله ده وبيمضي للناس الورق بتاعهم يسهل الورق يعمل بما يرضي الله، ده احتشاد صح وجهات في سبيل الله صح. ما يروحش البتاع يقرف الناس وياخد منهم فلوس ويعطلهم وتعالى بكره. الراجل اللي بيلم القمامه مش لو لمها بما يرضي الله مش هيبقى فيه مشكله. احنا مشكلتنا يا استاذ محمود ان محدش بيشتغل في البلد دي، ومشكلتنا ان حسني مبارك دمر جهاز الوظيفي والعصبي وكل شيء في مصر لمده اكثر من 30 سنه. فما عندناش كفاءه في اي شيء للاسف الشديد، غالبيه قطاعاتنا ومؤسساتنا واعمالنا تدار بربع كفاءه، الناس مش مؤهله حتى اللي عندهم اراده حقيقيه وعندهم رغبه حقيقيه في خدمه البلد، احنا ما بنعرفش يشتغلوا، معظمنا فقط. لا بس استاذ عماد يعني معلش تعال نتامل ما تقوله لانه كلام في منتهى الاهميه.
يعني احب اتامله مع حضرتك. ممكن في ناس كتير ما بتحبش تشتغل، في ناس كذا في ناس كذا، لكن هل تشتغل الامم بما يرضي الله ولا بما يرضي القانون؟ هل تعمل الامم، معلش اقول لحضرتك وبعدين قول لي، هل تعمل الامم وتكبر لانها بترضي ربنا، ولا بتعمل لانها بتلتزم بالقانون؟ ثم القانون من فوق الناس تلتزم، الناس اللي تحت تلتزم. هنا في نقطة أحب أتأملها مع حضرتك. تفضل استاذ عماد. طيب أنا هذه نقطة لا أتفق معك تماما، ربما يعني لم أوفق في التعبير. أنا مؤمن بالحديث الذي يقول إن الله يضع بالسلطان ما لا يضع بالقرآن. يعني أنت لما بتقول لواحد لو شربت سيجارة في المترو هتدفع 10 جنيه أو هغرمك أو ربنا هيوديك النار، هيشطبها ويقول لك ربنا غفور رحيم. لكن لما كان بيعرف انه يدفع 10 جنيه ما كانش بيشرب سجاير، وظل المترو ما حدش بيقدر يغرد يدخن في السجاير. في القانون اولا واخيرا التعبير الذي قلته انه يتقي الله اللي هو يعني يعمل طبقا للقانون ويعمل طبقا لما يقوله الله سبحانه وتعالى. وبالتالي انت محتاج انك انت تحط حد بيشتغل صح، حد يدير المؤسسه الصح. لما انت بتجيب راجل فاهم على راس العمل بيقدر يخلي الناس تشتغل وهكذا. لكن المأساة ان احنا فعلا الجهاز الاداري للدولة مترهق وتعبان وفي حاجات كثيرة غلط، وحتى القطاع الخاص احيانا بيشتغل بطريقة غلط. ازاي؟ طب يعني انا هسألك سؤال يا استاذ عماد، يعني رن في دماغي دلوقتي، هل اجابتك على هذا السؤال هتكون ايه؟ هل نحن نعين المسؤولين في اماكنهم بثقة ام بكفاءة؟ طب لو قدرنا نعمل الاثنين يبقى خير. لا انا بسالك على ما يحدث الان. لا ما يحدث حتى الان، نحن حتى هذه اللحظه غالبيه الجهاز الاداري للدوله يعمل بمنطق اهل الثقه. لكن في 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 مناصب لابد ان يكون فيها اهل ثقه. مش ينفع تجيب رئيس جهاز امني خطير جدا وتقول له انما انا عايز، لازم تبقى عارف هو مين. لكن في القضاء في ال لا استاذ عماد عارف هو مين دي معلومة، وأهل ثقة دي معلومة تانية. يعني أنا عارف مثلا أنا دلوقتي هعين حضرتك رئيس تحرير الشروق، نشوف مشوارك إيه، السي في بتاعك إيه، اتجاهاتك إيه، نلاقيك كنت إخوان نقول لك لا مش هناخده، نلاقيك كنت سلفي نقول لك لا مش هناخده، نلاقيك راجل معتدل كويس نقول ده مناسب. بس هنا ده كفاءة مش ثقة. وبالتالي انا اجيب ثلاثة يكونوا اكفاء واختار منهم، اختار اللي يسيد اللي ثقة، احنا افترض ان هي ثقة بس، الى ان نصل. احنا برضو مش هنبقى بين يوم وليلة هنبقى زي السويد او الدنمارك. طيب. الى ان نصل الى يعني على الاقل نبدا نعين طبقا للناس اللي بتعرف تشتغل، نجيب ناس تشتغل عشان الامور تمشي. طيب يا استاذ عماد، يعني انت وصلت القاهرة ولا لسه؟ لا والله انا اكلمك من اديس ابابا. طيب اعود غدا ان شاء الله. طيب زيارة الرئيس كانت طيبة، لقاءاته كانت طيبة، أثمرت عن أشياء ممكن تبلغنا تقول لنا عنها حاجة؟ طبعا المهم أن الرئيس التقى مع مجموعة كبيرة جدا من قادة أفريقيا، خصوصا الدول التي لنا منها مصالح مشتركة، جنوب السودان، أوغندا. كان اللقاء مع رئيس وزراء أثيوبيا هو الأهم على الإطلاق، تم الاتفاق على مجموعة خطوات وستظهر أثارها في المستقبل. التقى أيضا مع رئيس وزراء السويد، مع ملك أسبانيا. كان هناك شيء مهم جدا، الاجواء المهمه، يعني واحنا بنتكلم على ماذا ينبغي نفعل في المستقبل، وجود الرئيس في اديس ابابا وسط الرؤساء الافارقه هذا يبني الثقه على المدى البعيد، هذا شيء في غايه الاهميه. ان احنا للاسف الشديد حسن مبارك كان عمر سليمان لف ورجع، ومن يومها لفينا ورجعنا ودينا ظهرنا افريقيا كلها، وكان اللي كان. صحيح. طيب هل تعتقد استاذ عماد ان بعد ما ترجع بالف سلامه في يعني مثلا فكره انه الاعلاميين يجتمعوا في ان هم يبتدوا يفكروا ازاي يواجهوا اللي جاي؟ كلهم بوجهه نظره وكلهم باتجاهه، لكن يعني هل احنا محتاجين الناس تقعد مع بعضها تتكلم، ولا تطلق الاشياء كده كما هي؟ انا اتصور الشخصي ان كان في تجربه سيئه الناس فهمتها غلط لما رؤساء التحرير اتكلموا يوم كرم القواديس وقال لك الناس بتحتشد وبتبوظ المهنه. لو كل رئيس تحرير وكل جورنان وكل فضائي عملت بالطريقه المهنيه العادية هذا هو أفضل شيء ممكن يؤدي للوطن، هذا شيء مهم جدا. في قواعد ذهنة لو احنا طبقناها مش هنقول للناس المعلومات الصح، الناس هتبتدي تفكر صح، هتاخد قرار صح. تمام. أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق من أديس أبابا، أنا بشكرك شكرا جزيلا.